فرح بأجواء الفن. رح نبقى ورحلة من الشام، أكيد رحلة الموشح من الأندلس للشام، عنوان الندوة الحوارية التي قامت بها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة وجمعية عين الفنون. وعلى نضيء أكثر عن دور الموشح في تكوين الهوية السمعية واعتباره تراث عابر للثقافة والأزمة. رح نتعرف شو الموشح أكيد، وقد ايه له وجود خاص على الساحة الموسيقية والفنية، مع ضيفنا الأستاذ علي مبيض مستشار وزير السياحة. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. اهلا وسهلا فيكم، أهلا صباح وسهلا، الخير يسعد لكم صباحك، للسادة المشاهدين. أهلا يسعد وسهلا، صباحك عن جديد، صباح أهلا وسهلا النور. فيك. يعني بالبداية اليوم كنا عم نحكي أنا وسالي بالفقرات السابقة عن الأنشطة الثقافية يلي اليوم عم بتعيش وترجع مجددا بسوريا، من معرض دمشق الدولي لمعرض الكتاب، واليوم الندوة الأخيرة التي كانت يمكن امبارح. خبرنا أكثر عن هي الندوة وأهميتها بهذا اليوم. الحقيقة الفعالية اللي عنوانها مثل ما ذكرت الأنسة سالي رحلة الموشح من الأندلس إلى الشام، هي بتبين التطور والتأثير المتبادل بين الموشح وثقافات البلدان انتقل فيها الموشح من خلال رحلته من الأندلس إلى سوريا، متنقلا ببلدان الشمال الإفريقي. حقيقة هو الفعالية كثير هامة، كون باختصار الموشح هو أحد عناصر التراث الثقافي السوري واللي شكل الهوية الثقافية والحضارية للسوريين. نعم ومثل ما بتعرفوا التراث هو بيشكل قاعدة مشتركة بين كل السوريين، وقد تكون أنا مختلف عنك بلون بشرتي أو لغتي أو انتمائي أو ديني أو إلى آخره، لكن التراث بيجمعني أنا وياك. لذلك وزارة السياحة عمدت للتركيز على هذا الموضوع بهذا الفترة لإبراز أولا الدور الهام اللي بيلعبه التراث السوري، وخاصة خلال الفترة اللي نحن هلأ موجودين فيها بعد السنين الصعبة اللي مرت على القطر. اثنين، تعزيز الجذور التاريخية المشتركة بين البلدان والعلاقات الدولية. ثلاثة، إبراز أن السوريين اليوم هن أحفاد السوريين الأوائل اللي كتبوا أول نوتة موسيقية في ماري في عام 3000 قبل الميلاد، أنه ما زالت دمشق ومن خلفها سوريا تمد جسور التواصل الحضاري والثقافي والفني مع كافة البلدان رغم الحرب الظالمة التي شنت على القطر، واللي أنا بتصوري وبتصور الجميع كان من ضمن أهدافها، من جملة الأهداف العديدة، هي تشويه التاريخ السوري العريق وإلصاق كل صفة مشينة به وعمل مشين. لذلك نحن واجبنا كرد فعل طبيعي أنه نظهر الصورة الحقيقية لتاريخنا وماضينا وثقافتنا وفنوننا، واللي كان من جملتها مثل ما ذكرنا أول نوتة موسيقية، أول أبجدية في التاريخ، وهدول كلهم بشكل التراث السوري يلي هو عناصر جذب سياحية هامة تعمل وزارة السياحة عليها في هذه الفترة. نعم، رحلة الموشح من الأندلس إلى الشام، وكان عنوان الندوة اللي رح نروح نتابع بعد، يمكن لسه ما صارت جاهزة، معناتها خلينا نحكي نرجع على الحديث معك لبين ما تجهز المادة، ونحكي أكثر عن أحياء التراث. قديش أحياء التراث جهزت المادة بالكنترول، جهزت المادة، رح نرجع نحكي عن أحياء التراث، بس بدنا نتابع بعض من الندوة. الشام بمشاركة من إسبانيا، من المغرب، من الجزائر، من تونس، عم نغني لنوصل للشام، الشام اللي أنهكتها الحروب، أنهكتها قساوة الرصاص والدماء، عم ترجع بتقول دائما كما كانت تقول قبل الحرب وما زالت إن شاء الله رح تبقى تقول أنه الغناء والجمال هو شعارنا الأول، وهذا اللي نقدر نعمله، وهذا اللي نقدر نصدره للعالم. جميل جدا أننا من خلال هذه الرحلة التي أكيد نتقاسم فيها ونتقاسم
قطع فيها أشياء كثيرة. فبالنسبة إلي هذه إشراقة جديدة ومرحلة جديدة لسوريا التي نتمناها باسم وباسم الشعب المغربي أن تكون إشراقة جديدة وانفراج، وأكيد لأن سوريا بحضارتها التي نحترم ونحب ونتقاسمها تاريخيا مجموعة أشياء لنا، وخاصة الأندلسية التي جمعت دائما ما بين المغرب. حلو كثير كسر الثقافات هي، ودائما وقت اللي منرجع تراثنا ومنذكر تراثنا منذكر الناس بتراثنا، فالتراث باقي وحي لا يموت، يعني روحه طويلة. إنما الشيء الجديد هذا بينتهي فورا، لذلك نحن متمسكين بالتراث. أنا بعتبر وصول الموشح لحلب وحفاظ حلب على هالشكل من الموشحات والشام وهالبلد هيدا، يعني هذا الشيء كتير مهم إنه حافظوا على التراث وحافظوا على الموشحات. ولازم حقيقة إنه نعترف انه الفنانين الكبار يلي هن بسوريا امثال الاستاذ صباح فخري وصبر المدلل وعمر البطش، هالكبار هو يلي حقيقه حافظوا على شكل الموشح وغنوا كل هالعصر يلي كان فيه تجديد الاغنيه العربيه، هن كانوا محافظين على التراث محافظين على الاصاله. وهذا الشيء نحن بسرنا، نحن اليوم موجودين من كل العالم العربي وجايين ناس من اسبانيا، نحن من لبنان من المغرب من تونس من كل العالم العربي، كلنا شغلتنا يمكن ومنغني الموشحات والادوار نكون موجودين هون. انا اليوم فرحان وشرف لي كبير اني موجود في دمشق مدينة الفن مدينة الأصالة، يجمعنا بهذا البلد اللي نحبوه كثير، تجمعنا مع به تاريخ للموسيقى والموشح والزجل بصفة خاصة. cada uno de los artistas que nos hemos concentrado aquí. مهم إنه نحافظ نحن على الجذور وأصل هذا الفن، وكمان مهم بين هاي الموسيقى أو هذا النوع من الغناء خلينا نقول يلي هو بيجمع عدة مطربين من عدة بلدان مجموعين هلا الموجودين هون. خلال التدريب لاحظوا هذا الشيء إنه كل واحد صحيح ما بيشبه الثاني، بس كلهم في شيء واحد بيجمعون يعني هو هذا النوع. سالي مثل ما طبعاً يمكن الأجواء كانت كتير حماسية وكتير ممتعة، والشيء المميز أنه كان في أيضاً شخصيات من دول عربية وفنانين. خبرنا أكثر عن الشخصيات المشاركة كانت بالندوة. هي الفعالية حقيقة فعالية دولية، شارك فيها ممثلين من عدة بلدان، من إسبانيا على سبيل المثال كان في مطربة سوبرانو شهيرة هي أليسيا سانشيز، في موسيقي جيتاريست كمان مشهور اسمه ألفارو ألفاريز من مغرب ست سميرة قادري صوت سوبرانو رائع، من جزائر عباس ريجي، من تونس ست محرزية الطويل، من الأردن سيد ناصر سلامي هو ضابط إيقاع مهم، من لبنان الدكتورة غادة شوبير كمان سوبرانو ودكتورة وباحثة في التراث، من سوريا صفوان عابد وسارة فرح. حقيقة هدول المزيج الرائع من المطربين والمؤدين، هن طبعا مطربين بيأدوا هذا الدور الصعب اللي هو الموشح، ونحن فعاليتنا فقط لإبراز أهمية المرشح وتطور اللي طرع على الموشح مثل ما ذكرنا خلال رحلته عبر الزمن. هلأ الفنانين كلهم المشاركين لهم جمهور كبير، نعم، على سبيل المثال إسبانيا فوق 1.5 مليون متابع كان لصفحتها، كانت عم تبث بشكل مباشر. هذا الشيء له رسالة للداخل والخارج مثل ما ذكرنا أنه دمشق عادت لتمارس دور الحضاري الرائد واللي مارسته منذ آلاف السنين كون
دمشق كانت وما تزال إن شاء الله مركز إشعاع حضاري أكيد. وثقافي أكيد. للعالم. أستاذ علي أكيد وقلب العربة النابض. خلينا نحكي عن وزارة الثقافة طبعا، وزارة السياحة عفوا، يلي تعنى السنة يمكن بكتير أمور، مثل إقامة الحفلات. يعني وزارة السياحة كانت يمكن السنة هيك عم نشوف في حفلات كتير فيها، يعني هي مسؤولة عنها أو ترعاها، شو السبب؟ الحقيقة هدول الحفلات اللي عم تقولي عليهم لهم دور، هو أولا مثل الفعالية اللي نحن بصددها مبارحة واليوم، هي التركيز على نقاط جذب سياحية ومنها التراث. نعم، كون الموشح هو بشكل أو بآخر ساهم بتكوين الهوية السمعية للسوريين، لذلك هذا واجب وزارة السياحة إبراز المقومات السياحية بالقطر. سوريا مثل ما بيعرف الجميع تمتلك العديد من المقومات السياحية المتنوعة، سواء كانت سياحة ثقافية، سياحة آثار، سياحة طبية، سياحة ترفيهية، سياحة المغاور، سياحة نعم. إلى آخره. في العديد من المقومات السياحية، ومنها السياحة التراثية اللي هي عبارة عن استعراض للممالك والحضارات اللي قامت فيها خلال تاريخ المديد، ومنهم التراث الثقافي والفني اللي حكينا عنه. أيضا الحفلات الفنية هي عبارة عن تفاعل إيجابي مع الجمهور، الجمهور اللي مرت عليه سنوات صعبة كتير، صحيح، لذلك صار بحاجة. يعني ليس بالخبز فقط يحيا الإنسان، صحيح. فمن هالباب وزارة السياحة ترعى إقامة حفلات فنية، ترعى إقامة ماراثون، سباق سيارات، وكل هذه نقاط مضيئة تعمل وزارة السياحة عليها حاليا في هذه الفترة. نعم. أكيد. يعني أستاذ علي كان في يمكن شوي أنه نحن دائما نتمسك بالتراث، البعض يقول أنه نحن خلينا اليوم نتمسك بالحاضر ومستقبل سوريا، وبكفي تغني بالأمجاد، بكفي تغني بالأجداد، هذا الشيء للأسف البعض بيقوله. حضرتك لك رأي يمكن كان مختلف، أنه لا، نحن المفروض أيضا نتمسك بتراثنا ونورجي لكل أنحاء العالم. بالفعل مثل ما ذكرتي، في رأيي وأنا كثير بسمعه بحكم عملي، أنه التمسك بالتراث ما وقته هلأ. يعني اللي كان يلبسه أبي وجدي قد لا يصلح لأني ألبسه بهالفترة، قد لبسي أنا حاليا لا يصلح لأبنائي وأحفادي. في كثير رأي لكن التراث بمفهومنا، شو هو التراث؟ هو التراث يعني الموروث، الممارسات، التقاليد، العادات، الأمثال الشعبية، الأغاني، الذاكرة المكانية، الذاكرة السمعية. التراث أنا صديقتي بتصوري يعني بقدر نشبهه مثل الجذر للشجرة. بتقدري تحافظي على حياة الشجرة إذا قصيتيها من جذرة؟ وإذا قصينا الشجرة من جذرة تكون عرضة للسقوط والموت والذبول. لذلك إذا بدي حافظ على الشجرة قوية ومتينة، لازم أنا حافظ على التراث اللي بمدها بالغذاء والفيتامينات من تراثنا. جدا حلو ومميز، وعاداتنا جميلة، يعني عادات الشعب السوري سالي، بالعكس لازم نحن في كتير عادات لازم نتمسك فيها، هي عادات بقمة الإنسانية وبقمة الأخلاق. نقطة ثانية سيدتي، من ضمن أهداف الحرب تشويه التاريخ ومنه التراث، لذلك العمل منوط بالقانون الفيزيائي، فعل ورد فعل. نعم. يعني أنا إذا بضغط على جدار بإيدي، الجدار بيقابلني برد فعل يعاكس اتجاه قوتي. لذلك دور الجميع وليس دور مؤسسات رسمية فقط، دور الجميع الدفاع عن تراثه. وقت أنا بدافع عن تراثي بدافع عن تاريخي وعن وجودي اليوم. وعن وجودي، لأنه مثل ما ذكرنا سابقا قد نختلف السوريين بالعادات، صحيح. قد نختلف في الأديان، وهذا شيء طبيعي. نعم. لأن سوريا لوحة موزاييك، واللوحة لا تكون جميلة إذا كانت بلون واحد. نعم. شيء طبيعي أنه تكون ملونة حتى تكون جميلة. لكن التراث لا يمكن أن أختلف أنا وياك عليه، من أي منطقة كنتي، من أي لون كنتي. أنا بيجمعني أنا وياك غنية شعبية من السويدة وحتى أقصى شمال سوريا. تمام. لذلك هي التراث
يمكن أن يشكل أرضية مشتركة قوية لبناء الحاضر واستشراف المستقبل. وهذا دورنا حقيقة، دورنا أنه نحافظ على وجودنا. أنا كشخص بيحددني هويتي، بتحددني طولي، لون بشرتي، اسمي، ولادتي، مكان ولادتي. لكن إذا بتلغي لي هويتي بتحول اسمي لرقم يلي بنقال علي كفرد، بنقال على الدولة، بنقال على الأمة، بنقال أكيد. أي أمة بتسلبية هويتها بتكون عرضة وريشة بمهب ريح. أكيد أكيد. يعني بنتشكرك وبدنا نختم بكلمة قلتها كتير حلوة، أنه سوريا هي لوحة وهي من أجمل اللوحات لأنه فيها اختلاف، فيها ألوان متعددة، وأكيد في فوق شمس عم تضوي عليه على كل محافظاتها السورية بعد عودة الأمن والأمان لألك. شكرا كتير لوجودك. شكرا لكم، وأنا بتشكر الكادر اللي عم يشتغل كمان وراء الكاميرا، بتشكر الجمهور. شكرا لكم. شكرا لك مرة تانية.